أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا في حلقة جديدة ومتنوعة كالعادة من برنامجكم برنامج سيدتي. نبدأها بأبرز العناوين. متى يعفى المدمن من العقوبة؟ مشروع الحقيبة الشتوية يوفر الدفء للمحتاجين. ما الفرق بين الحوار والجدال؟ متى تبدأين الرجيم بعد الحمل؟ تفاصيل هذه الفقرات وغيرها مشاهدينا في حلقتنا لليوم من سيدتي، ولا تنسون تتفاعلون معنا عن طريق هاشتاغ البرنامج برنامج سيدتي. بداية أسبوع سعيد عليكم أعزائي المشاهدين، ورحب فيكم في حلقة جديدة من برنامج سيدتي، وأكيد أرحب بزميلاتي اليوم. أهلا وسهلا بكم. أهلا وسهلا يا ريم ويا مها، وأكيد طبعا بسعادة المشاهدين. بداية حلقتنا زي ما عودناكم أخبار مع زميلتنا مها، تفضل. عندنا أخبار جميلة اليوم بنات صحيح ومشاهدينا، ونبدأها كالعادة في أبرز أو أول خبر لليوم. شاركت المملكة في يوم أمس السبت المجتمع الدولي الاحتفاء باليوم العالمي للتطوع، وكشفت وزارة الشؤون البلدية والقروية عن مشاركة أكثر من 5000 متطوع في 150 فعالية ضمن الأنشطة التطوعية في القطاع البلدي لدعم التطوع. خصص مهرجان الملك عبد العزيز شوطا لصغار السن المهتمين بهواية الصقور في مسابقة الملواح بجوائز نقدية قيمتها 50,000 ريال توزع على 10 فائزين، حيث تضمنت النسخة الثالثة والحالية من المهرجان شوطا باسم صقار المستقبل، وستقام يوم الجمعة من 11 ديسمبر. أكد وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ أن الوزارة وهيئة تقويم التعليم تعملان في اتجاه تكاملي، وأكد أيضا على استمرار التعليم عن بعد والتعليم الإلكتروني حتى بعد انتهاء جائحة كورونا، وذلك في جميع المدارس، مشددا على أهمية مواصلة التعاون في هذا الصدد. تطبيق واتساب يطلق تحديثا لشروط الاستخدام في بداية العام الجديد، ولكن بشرط أنه إذا لم يقبل المستخدم سيفقد التطبيق. ورغم أن التطبيق لم يكشف هذه التغييرات بشكل مفصل، إلا أنه شدد على أنها ستكون إجبارية للجميع. قالت الحكومة البريطانية أنها تستعد لتصبح أول دولة تطرح لقاح فايزر هذا الأسبوع، ومن المقرر إعطاء الجرعات الأولى يوم الثلاثاء، مع إعطاء أولوية قصوى لتطعيم من تجاوزت أعمارهم 80 عام والعاملين في مجال الرعاية الصحية وموظفي دور الرعاية والمقيمين. هيئة الغذاء والدواء تحذر من منتجات تنزيل الوزن والتخسيس إلى التي يتم ترويجها من مجهولي وسائل التواصل الاجتماعي بكثرة، وأوضحت أن هذه الأدوية مغشوشة وغير مسجلة رسميا لدى الهيئة العامة للغذاء والدواء. دخل خاتم على شكل زهرة موسوعة جينيس للأرقام القياسية، حيث تضم أكثر من 12,000 ألماسة، ولكن صانع هذه الجوهرة وهو صائغ هندي في 25 من عمره فخور جدا بها لدرجة أنه رفض طرحها للبيع. مشاهدينا فقرات سيدتي ما زالت مستمرة، ولا تنسون تتفاعلون معنا عبر هاشتاغ البرنامج برنامج سيدتي. فاصل بعد مكملين. تكتشف كل سيدة بعد الولادة أن وزنها زاد، وتبدأ مرحلة البحث عن أفضل الطرق عشان تستعيد رشاقتها، وأنها بحاجة لحمية سريعة. متى وكيف تبدأ سيدتي الرجيم بعد الحمل، وإيش هي أهم النصائح للرجيم ما بعد الولادة تحديدا؟ راح نتكلم هذا الموضوع أكثر مع ضيفتنا في الاستوديو أخصائية التغذية وجدان قطب. أهلا وسهلا فيك وجدان. أهلا والله فيكم، شفتكم تمام. طيب أنا من الناس التي تؤمن أنه لازم نسوي مثلا حمية غذائية، أو خلينا نقول نظام غذائي من بداية الحمل، إيش رأيك؟
المفروض ليش المفروض انك توازني ايش متطلبات جسمك. يعني الناس تفكر انه في الحمل اكل عن اثنين، لا هذا غلط. ما في حاجه اسمها اكل عن اثنين. الطفل او الجنين في بطن امه قاعد ياخذ احتياجاته كامله من جسمها هي، فهي لازم تاخذ احتياجاتها ونزيد عليها احتياجات بسيطه او كالوريز بسيطه حقت الحمل. كالوريز مو فيتامين؟ لا مو فيتامينات، احنا بناخذ كالوريز زياده. ليش؟ لانه هي حتستهلكها في للطفل يعني. فحنيجي طيب بعد كذا في فتره الحمل اول ثلاث شهور يختلف عن النص عن الاخير. في الاخير نبدا نقلل احتياجاتها مثلا من النشويات والبروتينات، نكثر اكثر من الفواكه والخضروات. ما بعد الولاده هنا نجي نقول خلاص هي رتبت امورها، حملها كان تمام، ما في عندها الزياده المفرطه. دائما في زيادة معقولة، يعني إلى 12 كيلو 15 كيلو أحيانا تكون معقولة بالنسبة للحمل، لكن في ناس بتزيد 20 كيلو أكثر كمان، هنا اللي نقول هذه زيادتهم خطرة. وفي ناس اللي بيجيهم سكر حمل، لكن لما تيجي بعد الولادة هنا لازم نتدارك كل الأخطاء اللي صارت في فترة الحمل. ما مشيتي على حمية، ما نظمتي غذائك، لا سمح الله جاء سكر حمل، هذا كله نتداركه ما بعد الولادة. بس الفترة متى نبدأ نخلي نأخر الموضوع؟ يعني عادة نخلي الجسم يستعيد بعض الطبيعة اللي هو المفروض عليها. يعني إحنا نقول عادة من شهر إلى 6 أسابيع، هنا الصح تبدأ بعدها تسوي حمية أو تبدأ على نظام غذائي معين. ليش؟ يكون الجسم بدأ يرجع، الرحم، العضلات، طبيعة حياتها والدورة الدموية ترجع للطبيعة، وبالذات إذا كانت مرضع. إذا كانت ما ترضع وغير مرضع فهنا ما عندك مشكلة، من ممكن في ناس من ثاني أسبوع تبدأ ترجع لي أنها تأخذ نظام غذائي يعني تتدارك شوية السمنة اللي وصلت لها. حتى إذا كانت الولادة طبيعية أو قسرية؟ أيوة ما تفرق. أوكي. طبعاً هنا يفرق في طبيعة تحملها وتحمل الجسم، لأنه في أجسام مع الولادة القيصرية ما يتحمل، فيكون شوية لسه بدأت إذا كانت أول ولادة فبتكون لسه تجربتها وخبرتها تكون قليلة، فتأخر موضوع الحمية وموضوع بعد الأربعين يعني. بعد الأربعين إيه يعني ممكن ها. بالضبط. يعني يعتمد عليها إذا كانت هي مرضع غير مرضع، ويعتمد على صحتها بشكل عام. تمام. يعني متى تبدأ؟ يعني إذا هي أصلاً كان عندها من قبل الحمل نقص فيتامينات، نقص أملاح معدنية، أصلاً جسمها يعتمد هل هي نحيفة ولا سمينة كانت قبل الحمل. هنا نيجي نرتب أثناء فترة الحمل مثل ما قالت عبير، هل هي رتبت أكلها؟ ما رتبت أكلها. يجي بعد معناها لازم تتدارك كل اللي فات، تتدارك حق الحمل وما قبل الحمل كمان، وهل عندها نواقص أو لا. لأنه فترة الإرضاع هي لازم إذا كانت مرضعة فلازم تكفي الطفل، لازم يكون أنه كمية الحليب وافرة أنه بحيث أنها تشبع الطفل. الأفضل ما أنها تدخل صناعي مع الطبيعي. فهنا إذا وفرت له كل العناصر الغذائية وأخذ كل مغذياته كاملة كده اوريدي اطر على فكره الرضاعه تنحف يعني المفروض. صح. احنا بنقول على فكره علميا يقولوا لك 500 كالوري في اليوم اذا كنت ترضعي نظيف على قولت يعني. طب وجدان انسب انواع الرجيم بعد الولاده؟ يعني افضل شيء تشوفينه كاخصائيه تغذيه للمراه سواء كانت مرضع سواء ما كانت بشكل عام، ايش انسب الولادة. بعد الولاده شوفي في الاول احنا نقول خليها تمشي على نظام صحي لحد ما تبدأ نظام صحي متكامل من كل النواحي، يكون وسطي لا هو الزيادة في الكالوريز ولا أقل. يعني في ناس تقول لك لا أبغى أشد على نفسي، لا مو لازم تشدي في فترة الأربعين مثل ما قالت عبير. فترة الأربعين هذه خليها راحة لجسمك إلى ما يستعيد جسمك نشاطه وحيويته ووضعه الطبيعي. بعد الأربعين ابدأي شدي على نفسك، بس نحاول نكثف إيش؟ نكثف خضروات وفواكه، نقلل النشويات شوية، نكثر أكثر من البروتين، نكثر أكثر. ليش؟ لأنه أنسجة راحت في عندها كان نزفت مع الولادة لا سمح الله، يعني مويت الطفل اللي راحت هنا تبدأ تعوض هذا كله. كمان حتى أنسجة جسمها هي اللي تلفت أثناء الولادة تقدر تعوضها. فعشان كذا نعتمد أكثر بروتينات خضروات فواكه، النشويات موجودة ولكن نكون بكميات أقل. الموية كثير يهملوها طبعا في فترة الإرضاع. إحنا نقول لهم سواء رضعتي ولا ما رضعتي الموية مهمة، من جهة عشان إذا كانت ترضع عشان الحليب، ومن جهة ثانية عشان الدورة الدموية. فمهم جدا أنها ترجع تستعيد نشاطها، تستعيد حيويتها، وفي جهة ثانية أصلا الموية حتنحفها. هذه طبعا إذا شربت موية بكميات المفروض أنها تشرب بكميات كثير كمان لو أنها بترضع. لكن للأسف عندنا فكر سائد أنه خلاص أنت بعد الولادة أجلس يرتاحي 40 يوم، وخلال الأربعين اليوم هذه تلاقي الأم تزغطها يعني أكل فيه أكلات خاصة بالولادة. صحيح. ما أدري بالعسل وبالعريكة وبالسمن،
تلاقي الوحدة نفسها بعد الأربعين زادت فوق الزيادة أصلا حقت الحمل كمان فيها 10 كيلو زيادة. خليها مرتاح. لا ما تخليها مرتاح. هو ده بس الأربعين يا ناس. طب لا هي إذا فرطت هنا ترى ما حترجع تقدر تقول نفسها. عشان الرضاعة. تقول لك عشان الرضاعة. مو كل جسم يقبل. فعشان كذا يعني الأفضل إنها حتى لو أخذت من اللي هي المتوارث الشعبي اللي إحنا متعودين عليه والاعتقادات والتقاليد هذه ما تكثر. يعني في أشياء كثيرة مفيدة. هم عندهم فكر سائد إنه هذه الأشياء تزود الحليب، لكن هو الحليب أصلا حيجي مع المويه والاكل مع الصحي، مع المويه والاكل الصحي يعني. ترى مع الخضروات والفواكه، الخضروات والفواكه يعني هي لو اكلت تبوله كل يوم حيزيد الحليب. انا عندي احساس ان امك الله يذكرها بالخير كانت صادقه وهي بتضغطك يعني عادي. لا انا اصلا كنت في غرب الحالي يعني اكيد كانت بتزن عليك. بتزن في التليفون. لا شوفي انا ما عندي مشكله انها تاكل اي حاجه فيها عسل، فيها تمر، فيها مثلا حلبة، فيها لانه شوفي كل حاجه من المواد الغذائيه هذه لحالها بتلاقي لها فايده، فلما تجمعيها لها فوائد مشتركه. بس في احيانا اشياء تتضاد يعني احنا مثلا لا الحلبة يعني. ما نحطها مع رشاد مثلا. فنخلي الحلبة لحال الرشاد لحال، واحد بداية الأربعين واحد نهاية الأربعين، كميات كبيرة كمان. فدائما ما هي مش الكميات، هي يعتمد جسمك كيف يتفاعل معها كمان. الحلبة تسمن بالضبط، الرشاد بيسمن، فأنت لازم لما تاخذي الكمية تكون موزونة فيها. هنا كمان نفس الشيء، العسل، السمن، العريكة زي ما قالت، هنا ما نقول لا تاكلي، كلي، ولكن الكميات اللي بس انك ترضي فيها أمك عشان ما تزعل، وفي نفس الوقت إنك أخذت الفائدة. طيب استعادة الوزن بعد الولادة، في ناس ممكن تأخذ 6 شهور، 7 شهور، سنة، سنتين، أصلاً يكون البيبي كبر وهيخش المدرسة بعدين تفكر أو مو صح. تفكر وقتها ممكن الجسم يحرق. هذا الكلام صح؟ هذه الفكرة صح ولا شوفي. لا؟ عشان يكون واضحين القرآن الكريم إيش قال لك؟ وفصله وفطامه في عامين. تمام. ليش سنتين؟ سنتين تستعيد المرأة كامل احتياجاتها، خلاص رجع الجسم زي نعمل له ابديت، رجع خلاص الاستعادة ضبط مصنع. هنا عشان كذا لما قال لك ان احملي بعد سنتين انه تفطم من البيبي، وبعدين اذا تبي تحملي اللي فوق بعضهم اللي يجوا ما كملوا سنتين، هنا يكون احتياج المرأة تعب المرأة كمان. ايوه عظامها ما رجعت لها الكالسيوم. ممكن يصير عندها نقص فيتامينات، املاح معدنية، تساقط في الشعر ما رجعت استعادته. هنا هذه الفروقات، لكن لما تكمل سنتين هنا معناها جسمها رجع الى المستوى الطبيعي. بعدها تقدر ترجع طبيعية، لكن قبلها تقدر تنحف وبعدها تقدر تنحف. أيوة أنا بقول لك هي تقدر، بس أنا أقصد إنه في أجسام أساساً يعني بعد سنتين تستوعب إنه لازم تنحف. لازم أنحف. شوفي هو الأفضل معي. الأفضل إنه الوحدة عشان نفسيتها كمان. إنه بعد الأربعين تبدأ تستعيد. خلاص ليش؟ لأنه كل ما جلست وحتشوف نفسها ما استعادت الوزن الأول، ملابسها حتتغير، حتطالع نفسها في الدولاب، يا الله طب ملابسي، طيب لا أبغى أنزل أشتري جديد، لما تشتري حتلاقي نفسها أوسع، طب هذه أنا متى حقدر أرجع ألبسها. هنا حيبدأ العامل النفسي يأثر عليها وعلى الجنين كمان أو على الطفل الرضيع. فهنا لا لازم نتدارك هذا الشيء. في ناس يجيهم مثلا اكتئاب ما بعد الولادة عشان الوزن، في ناس عشان انها ما قدرت ترضع، فاحنا نتجنب هذا كله، فنحاول نوازنها في غذائها. ما في حاجة اسمها ما في حمية للمرضع، في حمية للمرضع ولكن هي متوازنة غذائيا. نبدأ مثلا في الفترة الأولى نعطيها أشياء مدرة للحليب عشان تبدأ تنشط لها الغدد الحليبية عشان تفرز الحليب. من جهة بعد كذا إذا هي قررت انها تفطم البيبي أو انها تكمل ترضعه، انها توازن جسمها. طبعا أول فترة يهمنا في الفترة الأولى انه تنزل السوائل، حينزل المويات اللي تخزنت في جسمها اللي تنفخ فيها جسمها، بعد كذا حتلاقي الجسم يبدأ يشد ويتخسر. هنا معناها هي جسمها بادي صح. كمان ناس تهمل النشاط أو الحركة أو أي ممارسة أي شيء، 40 يوم هي قعدت لي على السرير. لا ما في حاجة اسمها قاعدة على السرير. كل الدنيا قالت 40 يوم أنت لازم تكوني جالسة. لا تتحركي، هذا فكر خاطئ يعني. هو فكر خاطئ يعني احنا حتى لو درسناها علميا يقول لك لا لازم تستعيد نشاطها، تقوم تتحرك طبيعي، يعني ما في حاجة اسمها تجلس على السرير. والجلسة على السرير هذه ايش حتفيد؟ وزيادة وزن. ترتاحي وزيادة وزن. لا ما هي انت خلاص ارتحتي. وربو الدول المتقدمة ما يسووا كده. لا بيقوموا بيشتغلوا، بيقوموا بنشتغل وبنرجع عندهم طبيعي صراحه. يمكن انها تتمرن او تروح للنادي او أيوه يعني تسوي رياضه. يعني اتذكر انه مدربه رياضه كانت والده وبعد 3 شهور على طول دخلت معنا كلاسات طبيعي صح. فقامت قالت انا طبعا هي قالت انا متعوده على الرياضه، بس هي ما شاء الله تبارك الله كان نشاطها قادره انها تعطي ما شاء الله. طب وجدان في ناس او في بنات يمكن كثير يقول لك او عندهم هذه الفكره ان الفيتامينات تسمن أو الفيتامينات تفتح الشهية، فأنا ما راح أخذ فيتامينات، إيش رأيك؟ شوفي الفيتامين على حسب نوع الفيتامين.
في فيتامينات احنا لما تيجي وحده تروح لك الصيدليه وتاخذ لك المالتي فيتامين هذه ما ينفع. انت اصلا ايش النقص اللي في جسمك؟ مو كل احد احتياجه نفس الثاني. هي تقول لي خلاص انا اخذ يكمل الناقص، طب يكمل لك الناقص الزياده فين حتروح؟ اللي حيتخزن في الجسم حيتخزن كسم. اوف يعني ايوه، يعني الشيء اللي يزيد عن حده حينقلب ضده. يعني زي ما انت عندك نقص في الفيتامين فمعناها انت لازم تكملي لحد المستوى المطلوب، اذا زاد طب صار سم في الدم. فعشان كذا دائما يصير في تكلسات، يصير في ترسبات، يصير في اشياء زي كذا. عشان كذا دائما لا ضرر ولا ضرار، خلينا وسط. المالتي فيتامين هذه حتضرك اذا انت ما سويتي تحاليل. صح، سوي التحاليل اعرفي ايش النقص اللي عندك. مثلا ناقصك دال وباء 12، ليش اروح اخذهم كلهم البقيه؟ ناقصني بس دال، اذا اروح اخذ دال واخذ محفزات امتصاصه. يعني مثلا الاملاح المعدنيه المحفزه للامتصاص اللي هي مثلا مغنيسيوم بوتاسيوم. ما اروح اخذ كل حاجه كل حاجه كل حاجه وتترسب لي في جسمي. الموضوع انه تسمن وتنحف بعض الفيتامينات تكون مهدئه للاعصاب وتهدي العضلات. طيب لما تهدي العضله، المعده عضله فترتخي شويه. فلما ترتخي ما تحسي بكميه الاكل اللي دخلت. يعني مثلا انت تكوني حاطه الطبق وحاسبه مثلا مغرفتين، ممكن تاكلي 3 مغارف 4 مغارف وانت ما حسيتي في نفسك. ليش؟ لانه اصلا المعده رخت. فعشان كذا دائما نقول ادويه مثلا المهدئات العصبيه، ادويه اللي هي حقت العضلات، هذه كلها تؤثر، وهي في جزء منها اكثرها فيتامين باء. يعني فاحنا دائما ننتبه الناس اللي تاخذ فيتامينات نبدا نوازن لهم في الاكل، كيف نكثر لهم شويه سلطات بحيث انه تملا لهم المعده عشان ما تحس انها جوعانه لسه. صحيح. طيب ايش الممنوع وايش المسموح في الرجيم بعد الولاده، ومتى السيده تبدا تشوف النتائج؟ شوفي، ما في حاجه اسمها ممنوع ومسموح، كل حاجه مسموحه ما دام انها اغذيه طبيعيه. نحاول نبتعد عن الاشياء المصنعه، نحاول نبتعد عن الاشياء اللي فيها مواد حافظه، مواد فيها ملونه. ليش؟ لانها تؤثر حتى على الجنين. لانه حتى على قولت انه الحليب بيتغير. تحسي الطفل يتقبل حتى طعمه اصلا يتغير بيقولوا. دكتي يا عبير؟ لا انا ما دكتو بس بيقولوا. لا يعني معروف انه مثلا اذا اكلتي فلفل او كاري او شيء ممكن البيبي ما يحب الطعم، يتقبله. وفي نفس الوقت يقول لك لا تاكلي الاكلات اللي هي تسبب غازات وانتفاخات للطفل. صح، لانه كمان بتسبب. صح، فهنا نقلل منها. مش معناها طب انا مشتهيه اكلها او انطبخت قدامي وجوعانه وابغى اكلها، لا اكل، ولكن بالقدر اللي يرضيني وما يضرني. صح، هنا هذه الفكره. فممنوع تماما، ما في حاجه اسمها ممنوع. والناس تقول لك اشربي مويه بارده ممنوعه واشربي المويه الدافيه، ما في حاجه اسمها مويه بارده مويه دافيه. لو الانسان عود نفسه انه ياخذها على بروده الجو حتكون كويسه الى ما يستعيد يرجع كامل حياته الطبيعيه. فلكن اذا نيجي نقول الاشياء اللي نبتعد عنها، الاشياء اللي فيها زياده سعرات حراريه. صح، يعني الناس اللي متعوده على حلاوه طحينيه، اللي متعوده على العريكه، لا تكتري، كلي واشربي اللي تبغي وكلي اللي تبغي، ولكن الكميات تكون محدوده. يعني مثلا بدل ما اكل لي مثلا قطعه شوكولاته قد كده يا عبير، انا كذا باكلها اكبر كمان. اكبر يعني انا صغرتها. لا انا باكل. فاحنا ناخذ لنا مثلا 3 مربعات. انا نفاس وقتها ما حد يعني خلاص امي كذا قالت وانا متعوده على كل اللي تبغي. انا اكل اللي ابغى بعد ال 40 يوم عاد انكب نفسي واسوي رجيم واسوي دايت واسوي كل دي الامور. بس في ال 40 يوم انا عشان لا يزيد، عشان لا يصير في زياده كبيره تتعبي فيها كمان. طيب، وزياده قد تكون دهون مش بس وزن عادي. الدهون اللي بتتراكم بترفع لك لا سمح الله كوليسترول، بترفع لك يعني مضار على الكبد، على الكلى، مش بس عشان الدهون. طب انا فهمت دحين من كلامك وجدان انه احنا لازم نكثر مويه لما نبغى نسوي الحميه اللي هي ما بعد الولادة تحديدا. نكثر مويه، الفيتامينات طبعا بتحاليل، وايضا لازم الرياضه وكميات الاكل، هذا شيء اساسي. يعني لايف ستايل. تمام. في ناس تقول لك انا ما ابغى اسوي دايت، انا هروح اسوي عمليه مثلا وانحت واخسر واعمل ايوه. هنا ايش تقولي؟ هل يناسب بعد مثلا الولاده، خاصه اذا كانت مثلا قيصريه؟ شوفي اعطيكي بس معلومه، لما حتروح للطبيب اللي حيسوي لها العمليه حيقول لها اطلعي، حيقول لها اول شيء البي ام اي حقك. ايوه طبعا سيبك انها بعد الولاده وحيقول لها اطلعي، حيقول لها البي ام اي حقك، معدل كتله الجسم. اذا معدل كتله الجسم عالي عندها حيقول لها روحي اعملي رجيم وينزل وزنك بعدين تعالي لي. يعني هذه معروفه عشان لا احد يضحك عليك ويقول لك لا ايه الدكتور من يوم ما بتدخلي له بيسوي لك العمليه. لا ما في هذا الشيء. هو بيوصل لمرحله معينه بيقول لك البي ام اي مثلا حقك كم، 20 30 40 زي كذا. فهو بيشوف بيخليكي تنزلي من الوزن عشان يطلع معدل كتله الجسم عندك المطلوب، بعد كذا حيسوي لك العمليه. مزبوط، عرفتي؟ طيب يعني في الاول وفي الاخر هي حتمسك حميه. لا تمسك حميه زي الناس يعني خلاص. الله يعيننا. لازم الحميه. وعلى فكره ترى بعد العمليه كمان في حميه. وحتى النحت طبعا الرياضة مو سهله. صحيح، مو سهله جدا ابدا. الناس تفكرها انه يلا اسهل الحل بعدها. هي صح النتائج جميله
وبتشوفي انت الشكل اللي يطلع حلو، ولكن ترى متعب. يعني في ناس بتمسكي حميه وبتلبسي مشدات ورياضه ورياضه وبتتعبي نفسك، يعني طب ما انت من الاول سوي حميه ورياضه لانك كذا مرتاحه ولا انك كذا مرتاحه. شفتي وجدان شكرا ليكي وشكرا لوجودك معنا اليوم. بالفعل يعني حقائق جدا مهمه ومعلومات جدا مهمه على حميه ما بعد الولاده. شكرا لك يا وجدان. مشاهدينا لا تنسوا انكم تتفاعلوا معنا عبر هاشتاج برنامج سيدتين. انتظروا المزيد بعد الفاصل. لا شيء يفقد الإنسان آدميته وقدره كما تفعل المخدرات، بهذه العبارة لخص الطبيب النفسي مؤيد السالم آفة المخدرات. وفي فقرتنا القانونية كل أحد نود اليوم تسليط الضوء على نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، وما هي الحالات التي قد تعفى من العقوبة في حال كان التبليغ من أحد هؤلاء الذين سيذكرهم بالتفصيل أكيد المستشار القانوني الأستاذ محمد الوهيبي. هل أسهل بك أستاذ محمد؟ طبعا في البداية نبغى نعرف أو نعرف الناس أكثر على نظام مكافحة المخدرات، ما هو؟ طبعا نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية هو نظام تم تشريعه وسنه في المملكة العربية السعودية، وهو موجود في كافة دول العالم، ولكن يختلف من دولة إلى دولة عن نوعية المخدر أو عن حجم الكميات. يعني في بعض الدول تشرع تعاطي المخدرات ولكن بكميات محددة أو بكميات معينة وإلى آخره، وهناك بعض الدول تتعمد بأن تكون المخدرات متاحة في 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 يعني للمجتمع لأهداف سياسية أو لأغراض سياسية، لتغييب وعي المجتمع، لتشتيت بعض العقول المفكرة. مثل ما أنت ذكرتي قبل قليل، المواد المخدرة هي من أوائل المسببات اللي تفقد للإنسان آدميته في تصرفاته وحتى في تفكيره. والدليل انه غالبيه النكت اللي احنا نشوفها او اللي تثار او اللي كذا هي تكون في الغالب ترى مواقف فعليه، ولكن الناس تتداولها على انها نكته، ولكن هذه مواقف فعليه. هل احد مننا يقبل على نفسه انه يتعرض لهذا الموقف؟ لا، بطبيعه الحال انه لا. فنظام مكافحه المخدرات والمؤثرات العقليه هو نظام يحدد ما هي المواد المخدره، وما هي حجم العقوبات، وما هي الحالات التي ممكن تخفف فيها العقوبه، وما هي الحالات التي تعفى بها من العقوبة. وهذه الفقرة خاصة اللي فيها إعفاء من العقوبة لا توجد في أي نظام في العالم إلا في نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في المملكة العربية السعودية. صحيح. وهذا إن جاء من حرص القيادة في المملكة العربية السعودية، متمثلة طبعا في سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد، بأنهم الهدف هو الحفاظ على المجتمع وليس بتجريم المجتمع. أنا كدولة مو من صالحي أنه يكون عندي 60,000 واحد رد سجون أو من أرباب السوابق، وأنا كان ممكن أني أنا أقوم سلوكهم، خصوصا أنهم شباب في سن صغير، خصوصا المتعاطين يعني اللي توهم داخلين لهذا المجال. لكن لا، في الترويج ما في تساهل في النظام طبعا. في التهريب ما في، في الزراعة اللي يستوردون بذور أو يهربون بذور ويزرعونها هذه ما فيها تساهل. فمن هذا المنطلق جاء نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في المملكة العربية السعودية. المملكة العربية السعودية أنفقت عشرات الملايين، ولما أقول عشرات الملايين والله ما هي صيغة مبالغة، لا هذا واقع، على مراكز صحية وتأهيلية. صحيح. وعلى مبادرات توعوية وخصوصا داخل المؤسسات التعليمية، لأنه هي دائما يكون يعني الصيدة الفعلية في المؤسسات التعليمية. أوف. يعني يبدأ الشخص في الدخول في هذا المجال في المؤسسات التعليمية، لأنه في مجال في بيئة العمل غالبا الشخص بيكون وصل للوعي الكافي، فمو سهل أنك تلعب عليه أو تضحك عليه. وأيضا الوضع المالي بيكون يختلف تماما، فأنا ممكن اليوم أستدرجك للتعاطي، بكرة أستدرجك للترويج، بعده أستدرجك للإهداء، بعده إلى التهريب عشان سنهم الصغير. بالضبط. طيب محمد، من ممكن تكون الجهات المخولة في النظر بشكل عام لكل جرائم التعاطي والترويج؟ طبعا عندنا الجهات الأمنية بكافة أنواعها، مختصة ب يعني رصد هذه الحالات وبمعالجتها، ومن ثم يتم إحالتها إلى النيابة العامة، ومن ثم يتم إحالتهم إلى المحكمة الجزائية للمطالبة بإسقاط العقوبات عليهم. طبعا العقوبات في نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية تتراوح من القتل وحتى الإعفاء من العقوبة. هذه عقوبة المتعاطي؟ لا، عقوبة التهريب. يعني في النظام بشكل عام تصل إلى القتل، وأقل عقوبة في النظام تكون ممكن تصل إلى الإعفاء من العقوبة.
انت عطيت تخيلي شوفي من وين صحيح الدولة اعطتك خيارات تبغي الاعفاء من العقوبة موجود بادري وتعالي وحنا نحتويك ونعالجك و الى اخره وبسرية تامة لا يمكن تخرج معلومة شخص في المصحات للعلاج مستحيل رجل امرأة شاب فتاة طفل طفلة في اطفال يتعاطوا مخدرات يا الله السرية تامة جدا ولا تسجل في الملفات الصحية اللي موجودة عشان ممكن بعض الشباب او البنات يجي تقول لك طب بكره لما اجي اتزوج ممكن يعرفون اني انا كنت او الى اخره لا طالما اني انا بادرت ورحت قلت يا جماعة الخير انا ابغى اتعالج ساعدوني او في شيء اخر وهذه رسالة اوجهها لكل زوجة ولكل زوج ولكل اب ولكل ام ولكل اخ ولكل اخت إذا كان في مجتمعكم أو في بيتكم متعاطي للمخدرات بادروا بالإبلاغ حماية لهذا المتعاطي من ناحيتين حماية للعلاج وحماية من العقوبة ولي خاف يعني في بعض الأمهات جاي في هالكلام في بعض الأمهات فأجي أقولها طيب بلغي عليه مش بلغي يسجني بلغي عشان يتعالج لما تقولي لها كذا تقول يعني أسجن ابني بيدي لا انت ابنك راح يتم اخذه ومعالجته افضل ما بكره يروح ويحكم عليه بعقوبه تضيع مستقبله ايوه بس هي هتبلغ جهه امنيه فعشان كذا بيكون الخوف لا هي ما هتبلغ جهه امنيه هي هتبلغ لجنه اللجنه هذه تحت اشراف هذه الجهه الامنيه اللجنه هذه خاصه بمعالجه مدمني المواد المخدره يعني ممكن الرقم ممكن يعرض على الشاشه 1955 الرقم هذا خاص باستشارات المدمنين إذا ما خيبتني الذاكرة دوامهم من الساعة 9 الصباح إلى الساعة 6 المغرب في استقبال الاستشارات والتوجيه السليم والصحيح لكيفية العلاج بس أستاذ محمد يعني هذا الشاب أو الشاب الشخص المدمن لما يكلمون على هذا الرقم الأهل مثلا هل يعني يأخذونه بالإجبار ولا برضاه لا لازم يكون راضي ويطلع معهم ولا هو يعني يقرر ومقتنع أنه يروح لأنه بعد هذه مشكلة شلون يعني ممكن الأم تبلغ ويجون يسوي مشكلة بعدين تصير مشكلة يعني في النهاية مدمن صح. إحنا ما نتكلم عن شخص سوي أو شخص طبيعي ممكن يروح يسوي لهم مصيبة في البيت صحيح لو اكتشف طبعا هنا استخدام القوة في أخذ الشخص أو التساهل معاه أو محاولة إقناعه أو كذا هنا تختلف على حسب درجة الحالة أو سوء الحالة اللي موجود فيها المتعاطي ممكن تكون بنت اللي يحدد هو المركز مركز الاتصال يبدأ يحدد ممكن يكون فيها حالات اعتداء ممكن يكون فيها حالات يعني واحدة من الحالات اللي عرضت علينا كان الولد كان تقريبا ثاني متوسط أو ثالث متوسط وماسك سكين ويهدد بنحر أمه يا الله طبعا هذه ما فيها تساهل هذه ما فيها تساهل فبالتالي الإبلاغ مهم جدا 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 لحماية ابني أو بنتي أو أخوي أو أختي أو زوجتي بالشكل هذا ليش اول شيء انا حافظت عليه من العقوبه يعني ما راح يصير من ارباب السوابق الامر الاخر اني انا لحقت العلاج في مراحله الاولى يعني قابل للعلاج في بعض الحالات ممكن تكون خلاص غير قابل للعلاج فبالتالي انا خسرت هذا الشخص طبعا فعلشان كذا الدوله ما قصرت وضعت هذه المبادرات دائما تقوم بالتوعيه العلاج مجاني بدون اي مقابل يعني حتى في بعض الناس يقول لك طب انا ما عندي القدره وفي بعض الناس تروح تدفع مئات الالوف في مصحات لعلاج الادمان خارج المملكه صح يقول لك والله انا علشان الفضيحه صح وفي الاخير يكتشف انه لما راح هناك في بعض الدول العربيه المصحات هم يوزعوا عليها مخدرات المدمن نفسه يعطي مثلا للممرض اللي موجود او الممرضه مبلغ مالي ويوفر له عشان يوفر له عشان يوفر فين هذا في دول عربيه في بعض الدول العربيه آه. يعني هذه حاله مرت علي كانت لام فقلت لها سلميه هنا يعني وديه المصحه وبيتعالج قالت لا انا بوديه للدوله الفلانيه دوله مجاور انه يتعالج بعد يمكن سنه او نص او سنتين تواصلت معي قالت تخيل لما رحت هناك اكتشفت انه الولد زادت حالته سوءا طبعا فكان اللي موجودين يبيعوا لهم المواد المخدره طبعا ليش لانه مركز استثماري في الاصل بالضبط يعني قليل جدا تجد في دول العالم انه مراكز حكوميه او مصحات حكوميه هي اللي تتكفل بعلاج هؤلاء المدمنين المدمن مريض يجب أن احنا نبحث عن حلول للعلاج ولكن ما نبدا ننظر لها من ناحيه اجتماعيه ونترك الناحيه الانسانيه والواجب السلوكي والاخلاقي اللي واجب علي انا كاخ كاخت كاب كام كزوجه يعني حتى الزوجات
في بعضهم من يوم تعرف انه هو متعاطي او كذا او الى اخره، فتجي تقول لك لا وانا وبثبت عليه وبروح وبارسل لاهلي والى اخره والى اخره. لا، المفترض اول شيء تفكرين فيه خصوصا اذا كان بينكم اطفال انك تفكري كيف هذا يتعالج، كيف يتقوم سلوكه. صحيح، الدوله فاتحه ابوابها. الكلام هذا ما هو كلام انشائي، الكلام هذا فعلا على حالات وقفنا عليها على ارض الواقع. الدوله لم تقصر في موضوع مكافحه المخدرات واعاده تاهيل مدمني المخدرات باي شكل من الاشكال، لا سلوكيا ولا نفسيا ولا علاجيا ولا حتى اجتماعيا. طيب هذا بالنسبه للمتعاطي وكيف تتعامل معاه الدوله من ناحيه اعاده تاهيله وتبنيه وعلاجه من ذا الكلام، لكن خلينا نتكلم على الجانب الاخر وهو اذا وقع احد المراهقين في فخ الترويج، ايش العقوبات اللي بتصير عليه خصوصا انه سنه صغير، انه ما عنده سوابق، كيف بتتعامل معاه الدوله؟ طبعا هنا انتقلنا من جهاز أمني ومن ثم من جهة التحقيق إلى القضاء. هنا القضاء هو اللي يحدد ما هي الظروف اللي ارتكبت فيها الجريمة، ما هو سن هذا الشاب أو الفتاة اللي ارتكبوا هذه الجريمة، هل كان الترويج استدراج ولا كان هو فعلا ممارسة. يعني معليش، احنا الآن في ناس عمرهم 18 سنة و 19 سنة مخهم أو عقليتهم أكبر مني ومنك، هذا خفف عليه على أساس والله. هذا خفف عليه على اساس، بس هو صغير، هو قانونيا هو تحت السن القانوني. السن القانوني 18. 18 اذا كان 19 او 20. فهنا تختلف على حسب الحالات. القضاء عندنا في المملكه العربيه السعوديه وخصوصا مع هذه الحالات رحيم مع من يستحق الرحمه وشديد مع من يستحق القسوه. يعني لما يجيني شاب او فتاه وتتسبب في افساد ثلاث اربع بنات ثانيين، لا هذا لازم أشدد عليها طبعاً. لكن واحدة كانت ضحية تم استدراجها بالزبط. أو تم إهامها أو تم وضع هذه المواد المخدرة بشكل يعني غير مباشر، ترى حالات الغش في المخدرات كثيرة جدا، في بعضهم ترى حقن لقرورة الموية. أوف. إحنا متعودين من يوم حنا صغار يقول لك لما تجي تفتحينها لما تجي تفتحين قرورة الموية يقول لك لازم تسمعين الطقة. صحيح. حتى الطقة هذه مهم مقياس. أوف. إن الإبرة على نحفها تخيل كذا سوي لما تروح لما أسافر برا صح، بس ممكن لو أحد ثاني جالس في المكان وشافك قاعدة تسوين كذا بيقول هذه يعني ما هي صاحية. لا بس إنه كمان محمد عشان نكون واقعيين، الواحد كمان لازم يخاف خصوصا لما تكون الدولة اللي أنت رايحة بيحطوا يعني في العصير كان عندها مشاكل وكذا، فإنه كمان مش طبيعي. أبغى أسأل عن حاجة مهمة جدا، هي العقوبات البديلة، هل يشمل نظام أو خلينا نقول جرائم في نظام المخدرات يعني تحديدا يكون في جرائم بديلة أو عقوبات بديلة نعم نص عليها في النظام، ولكن هذه تكون في حالات دقيقة جدا أو بسيطة جدا اللي هي منحصرة في الغالب في التعاطي. لكن مروج قاعد يبيع كل يوم أو قاعد يروج أو كذا، وفي معلومة مهمة جدا، في بعضهم يجي يقول لك لا أنا ماني مروج، أنا أعطيت فلان هدية. الإهداء عقوبته أعظم. أوف. لأن أنت قاعد تسهل في تعاطي المخدرات. ففي بعضهم نشوفهم يعني نشوف بعض الأحكام القضائية اللي تصدر أو بعض محاضر التحقيقات أو كذا، يجي يقول لك لا أنا أعطيت فلان والله ما بعت له، أنا ماني ببياع، أنا أعطيته إياها هدية. يحس إنه هذا مخرج له. بالضبط، هو يعتقد إنه كذا لا أنا خرجت من الترويج، لا أنت كذا دخلت في الإهداء. فإنك لو قايل الأولى كان أهون. هنا المحكمة تبدأ تنظر للوضع الاجتماعي للشخص، للشاب أو الفتاة. هنا المحكمة تبدأ تنظر للسن، تبدأ تنظر للجانب النفسي، يعني ممكن يكون في شخص تعرض إلى ضغوط، هذه ما هي مبررات. ولكن إحنا بشر، وهذا جمال القضاء السعودي، إنه يعاملنا كبشر قابلين للخطأ وقابلين للصواب. صحيح. فبالتالي مو أول غلطة يخطئها الشخص فبالتالي أنا أنهي مستقبله. يعني نظام صحيح. مكافحة المخدرات، اسمح لي بس أقول هذه النقطة، نظام مكافحة المخدرات فيه عفو بشكل رحيم، يعني مو كل شيء مثلا مش القانون، حتى سواء كان تحت 18 أو فوق 18 سنة، مو القانون المسن اللي هو راح يطبق على الشخص سواء كان مروج أو متعاطي. أو أنا سهل لك إياها شوي، نظام مكافحة المخدرات أعطاك خيارين، تبغى تحافظي على مستقبلك تعالي إحنا نحتويك وإحنا نعالجك وإحنا نسوي وكذا، تبغى تقولي لا والله انا اذكى من الدوله واذكى من الاجهزه الامنيه وبتعاطى والماده المخدره هذه ما توصل للادمان وانا دائما اعرف ناس في دول ثانيه والى تبغى تعيشي هالجو عيشي، لكن لو تم القبض عليك وبحوزتك يا ساتر يا لطيف لا يعني راح يتم معاقبتك بعقوبه دون عقوبات رحمه. ايوه دون رحمه. صح. فبالتالي علشان كذا انا اكرر وناشد كل اب وكل أم وكل أخ وكل أخت وكل زوجة وكل زوج بأنه إذا كان لديكم في المنزل مدمن
بادروا بالمطالبة بعلاجه، يتعالج ويكون عضو فعال وناجح في المجتمع نعتز ونفتخر فيه إحنا كمجتمع. صح. أفضل ما بكرة أو بعده أو بعد ساعة ممكن يجيك خبر أنه تم القبض عليه وأصبح من أرباب السوابق ودمر مستقبله. صحيح. أستاذ محمد شكرا أول شيء على رسالتك الجميلة. شكرا. واللي إن شاء الله تكون وصلت لجميع الناس وجميع الفئات وجميع الأشخاص اللي ممكن يشوفونا الحين ويقدرون يربطون بالموضوع. أستاذ محمد الوهيبي مستشار قانوني شكرا لك نورتنا. شكرا لكم يعطيكم العافية. مشاهدينا لا تنسون تتفاعلون معنا عبر هاشتاج البرنامج برنامج سيدتي. فاصل بعد مكملين. مع دخول فصل الشتاء نسمع كثير عن مبادرات شتوية مختلفة لشبابنا السعوديين، وكل مبادرة لها طابع يميزها. واليوم معانا مشروع بدأ من الصفر واستمر ما شاء الله نجاحه حتى 10 أعوام. يسعدنا نتعرف على مشروع الحقيبة الشتوية مع الأستاذ نايف الدرويش مسؤول العلاقات العامة بمؤسسة الحقيبة الشتوية. هلا وسهلا فيك. يا مرحبا. يا مرحبا. أهلا وسهلا. يعني مسكم طيبين. حياك الله نورتنا أستاذ نايف. يعني ما شاء الله نشوف كثير مبادرات حتى شخصية، ما مش يعني شرط أنها تكون مؤسسة أو أنها تكون يعني شبابنا وبناتنا فيهم الخير وقاعدين يقدمون شيء جدا جميل خصوصا بالشتاء وكثير ناس محتاجين الأشياء اللي تدفيهم. كلمنا عن هذه المؤسسة وكيف بدأت. طيب احنا بدينا من 10 سنوات، احنا مؤسسة تجارية اسمها الحقيبة الشتوية. نعم. هدفنا الرئيسي اللي هو توفير منتجات شتوية. نعم. زي ما هي ظاهرة لتسهيل يعني لخدمة المجتمع بشكل أكثر احترافية، اللي وده يوزع على المحتاجين، اللي وده يوزع على الفقراء، العمال، الخادمات، كلها متوفرة عندنا، فكان هذا هدفنا الرئيسي. جميل. مين صاحب هذه الفكرة؟ الفكرة تقريبا جت من الزبائن. ايه؟ بحيث كان عندنا محل عادي يبيع ملبوسات، فكانوا يقولون نبي منتجات شتوية، نبي منتجات شتوية، فاجتمعنا أنا والمالك الحقيبة الشتوية وطلعنا بالفكرة وبدينا. كانت البداية بسيطة مرة، كانت فقط الحقيبة لحالها، ثم تطورنا مع مرور الوقت. الله، أنا جدا سعيدة والابتسامة ما تبغى تطلع، يعني قاعد أحاول أخفف ابتسامتي، بس أنا أحب مرة المبادرات اللي زي كذا، إنه إحنا نبدأ نفكر في الأشخاص الثانيين، سهلوا علينا. صح. كيف نروح ونجيب مثلا كسوة أو شنطة حقيبة معينة مثلا تكون فيها أشياء بسيطة نقدر نقدمها وبأسعار جدا رائعة زي ما ذكرت لنا. نايف تحت لها. أنا أظن إنه أنا تواصلت معاكم من سنتين. ممكن. ما أدري، ممكن أنتوا نايف. نتأكد من الرقم ونشوف طلبت ولا ما طلبت. طيب أوكي. وحتى لو ما طلبت، يعني لو ما كنتوا أنتوا، أنا مستعدة هذه المرة كمان أكون معاكم، لأنه مرة عجبتني الفكرة. أنتوا بتوفروا حتى جاكيتات، يعني بتوفروا أشياء مرة كثيرة. أقدر أعرف الشنطة إيش موجود فيها؟ طيب عندنا الحقيبة هذه. نعم. الحقيبة الأساسية، إذا قلنا حقيبة شتوية فهذه الحقيبة الأساسية. فيها قبعة وشال وقفاز وشراب. حلو. والقبعة ترى مبطنة بالصوف، يعني القبعة اللي موجودة مبطنة بالصوف. عندنا كذلك منتجات أخرى اللي هو البلوفر. وكذلك عندنا الجاكيت، كذلك عندنا بطانية مبطنة بالصوف. وعندنا منتجات أطفال، هذه حقيبة خاصة بالأطفال وهذه حقيبة خاصة بالنساء. أبغى أشوف كل شيء. حنشوف، نبغى نشوف الأطفال. طيب والنساء عندكم. طيب حلو، هذه الحقيبة بتجي فيها هذه الحاجات. يعني فكرة مرة حلوة إنه أنتوا تقدموا حاجة زي كذا، بتسهلوا على الأشخاص اللي يحبوا يعملوا خير وكذا، يجوا ياخذوا منكم، يتواصلوا معاكم. كيف بتواصلوا الناس معاكم؟ طيب عندنا 3 أرقام فيها اتصال واتساب. وكذلك عندنا رقم هاتف أرضي، وكذلك عندنا رقم موحد، وكذلك تويتر والإنستغرام كلها متاحة في خدمة من يريد الشراء. جميل. والتوزيع والإهداء. الله جميل، حبيت المحتويات وحتى ألوانها نسائية، يعني منسقين الشال اللون الموف مع الشراب، شوفوا فيه لون موف. تسمح لي بس أفك هذا شال. طيب. صحيح شال رداء. هذه الحقيبة النسائية. اي نعم. جميل جدا. طب نايف، يعني أكيد في جهات ممكن أنها تدعمكم، فحكينا عن هالجهات كيف؟ بيننا تعاونات أحيانا تكون بين المؤسسات الحكومية، يعني اليوم تواصلوا معي هيئة تطوير بوابة الدرعية. وأحيانا يكون تواصل معنا مع المسؤولية المجتمعية، في كذلك البنوك، عدة بنوك تواصلوا معنا، وكذلك مع الجمعيات الخيرية، الناس تطلب من عندهم
حقائب شتوية وهم يأخذونهم من عندنا، فسهلنا على الجميع. جميل. الله. بالذات هذا اللي مسكته معها مره حلو، انه زي يتلبس يعني، مو بس يتحط على الكتب. يدفي والله يعافيك. الاستديو برد عادي البس. طيب نايف، ايش التحديات اللي ممكن تكون واجهتكم او الصعوبات عشان تنفذوا هذا المشروع؟ ابرز التحديات هو كيف الصراع بين الجوده العاليه وبين السعر الرمزي. صحيح. فحنا نشتريها تقريبا او نروح الى مصانع في ثلاثه دول. نروح الى مصر، نروح الى الهند، نروح كذلك إلى الصين. الشباب يروحون هناك المصنع ويشرفون على الإنتاج، كل منتج لوحده. فهذه هي الصعوبة الرئيسية، أنك كيف توفر جودة عالية وسعر رمزي. يعني القبعة في بعض المحلات الواحدة بعشر ريال، بخمستاشر ريال. الشال بعشر ريال، خمستاشر ريال. هذه كلها جاية كل الشنطة بأربعتاشر ريال، وفي حقيبة بحداشر ريال. أي نعم. سعرها أقل، بس ليش؟ مع أنه أنت قلت لنا أنه نفس الأغراض. الأغراض نفسها، لكن في واحدة أشد دفئا وفي واحدة متوسطة الدفء. يعني حقين جدة غالبا يأخذون الأرخص أو التدفئة المتوسطة. بالضبط، لأنه الجو ما بيكون عندهم بارد بالمرة زي هنا مثلا. كيف نقدر نحصل عليها أستاذ نايف؟ يعني لو حابين الحين المشاهدين يطلبون، إحنا بنطلب، أنا وعبير إن شاء الله وريم بنطلب، فكيف نتواصل؟ طيب في أرقام، ثلاثة أرقام فيها واتساب واتصال، وفي كذلك رقم واحد، في رقم هاتف، في انستغرام، في تويتر، كلها متاحه وكلها موجوده هنا. توصلنا احنا الحقائب هذه استاذ نايف ولا توصل للمستفيد؟ لا، توصلكم انتوا عشان تعطونها للمستفيد. يعني ما في شيء مثلا اقول انا والله بالمبلغ الفلاني او ابغى كميه معينه وفي مثلا مستفيد معين، ما توصل له؟ ممكن تعطونا بياناته وحنا نعطيها هي، أو ممكن تقولون ودوها إلى الجمعية الفلانية، إحنا نوديها إلى الجمعية الفلانية. جميل. يعني تقدر تساعد في ذا الموضوع. أي نعم. ممتاز. طب هل ممكن تكون واجهتوا بعض التلاعب في الطلبات والكمية؟ يمكن ناس بيطلبوها منكم لأنه سعرها رخيص ولكن بيبيعوها. حنا ما إحنا مختصين في الأمور القانونية. أيوة. أو ما إحنا بجهة قانونية. فنواجه مشاكل، البعض يشتريها بسعر وبيعها بسعر اكثر. بالضبط. فكلها حاولنا نحط عليها ماركه وحطينا عليها تغليف وحطينا عليها براند خاص فينا. البراند هذا خاص تقسيمات. فينا اي تقسيمات. صح، تقسيمات كلها عليها نفس الماركه، هي هذه حقتكم تقسيمات. وهذه عليها علامه مائيه. عليها كمان. احنا احيانا نشتكي وزاره التجاره لبعض الناس اللي ياخذونها، احيانا نشتكي تويتر البعض ياخذ الصور ويتلاعب فيها. صح. لكن يعني كويس، ممتاز انكم حاطين عليها يعني لوجو باسم الله. إيه، ولوجو لطيف. لطيف كمان وشكله حلو. صح. هنا شوفوا. انا شدني العطر يبقى في اليد التي تعطي الورد. الله. يعني حبيت الكلام التحفيزي واللطيف واللي فعلا معبر، ويعني مره حلو جدا للامانه، يعني شيء مره عظيم اللي قاعد يصير. بنات وشباب كثير زي ما قلت يمكن في بدايه الفقره، نشوف مبادرات، حتى نشوف بنات يتجمعون، يلا نتطوع، يلا نجمع من الناس مثلا ونرتبها ونغلفها. لكن ايش ممكن تقول للناس او للشباب اللي عندهم حابين يتطوعون؟ هل عندكم انتم مجال مثلا في هذه المؤسسه لو حابين يتطوعون يجون معاكم؟ والله ابتداء ترى اليوم هو اليوم العالمي للتطوع. ف يعني وافقت من امس بدانا. طيب. اللي حابين يتطوعون، احنا ما نستقبل يعني متطوعين، لكن ممكن نتعاون مع بعض الجهات التطوعيه، احنا نوفر لهم يعني حقائب مجانيه يعني بشروط وبامور خاصه، فمتاح عندنا. جميل. مو بس الحقائب كمان، ما تكلمنا عن الجاكيت. هو لان الاسم المشروع حقيبه شتويه، فالحقيبه يعني معناتها كل المنتجات تقريبا، كل شيء كمان. يعني لكن الجاكيتات لحالها. صح. نعم. يعني اطلبها لحالها والحقيبه لحالها. ممكن نحط البلوفر وكذلك البيجامه داخل الحقيبه فتطلع ثلاث قطع. نايف، انا ابغى رقمك بعد الفقره هذه، هتواصل معك باذن الله. شيء جميل جدا انه احنا نبدا نفكر بالاشخاص اللي حوالينا، من التنميه المجتمعيه ومن اساس فعلا تحقيق الرؤيه، رؤيه 2030، وتحقيق ايضا رؤيه التحول 2020، انه احنا نبدا نفكر في بعض. نايف وكثير زي نايف سووا مشروع زي هذا، تجي انت تطلب منهم ان هم يجهزوا لك هذه الحقائب وتاخذها وتعطيها للشخص المحتاج. فعلا مشروع جدا رائع. انا اشكر لك نايف درويش تواجدك معنا اليوم، وشكرا على هذا المشروع الجميل. العفو، والله يرضى عليكم، الله يسعدكم، والشكر كذلك موصول لكم، انتم مبادرين وفعالين في هذا المجال. اهلا وسهلا.
الله يرضى عليك. مشاهدينا اكيد مكملين معاكم بعد الفاصل، انتظرونا ولا تنسوا شاركونا عبر الهاشتاج. أقامت مسك الفنون معرض لدعم المواهب الشبابية السعودية للموهوبين في مجال الرسم، وتمحورت فكرة المعرض حول مفهوم المكوث، ومن خلال هذا المعرض تم اختيار 5 فنانين سعوديين موهوبين لأول منحة تقدمها مسك الفنون. خلونا نتابع تغطية زميلتنا عزة الشملاني ونرجع لكم. مبادرة لدعم قطاع الفن والإبداع، أقام معهد مسك معرضاً استثنائياً لدعم موهبة 5 فنانين سعوديين استحقوا أن يكونوا جزءاً من أول منحة من المنح التي يقدمها معهد مسك للفنون. وتمحور مفهوم المنحة هذا العام حول معنى المكوث بكل ما يرمى عليه من مقاصد متعددة. النمل الأعمى، النمل الأعمى موجود في أفريقيا وموجود بين الأمريكيتين، هو نمل بلا عيون يمشي على شكل جيش في مسيرة، دائما ما يمشي في جماعة، يتبع النملة الواحدة تتبع التي أمامها عن طريق رائحة تسمى الفيرمون. طبعا نادرا ما تخطئ نملة واحدة المسير، فهذه المشكلة النادرة تسبب في دوامة لا نهاية لا خروج منها، تظل كل نملة تتبع التي أمامها في دوامة أو في دائرة لا خروج منها، مما يسبب التعب والإرهاق وفي بعض الأحيان الموت. معرض مكوث هو نتاج برنامج منح مسك الفنية اللي بدأ في 2020، وكان نتيجته هذا المعرض اللي احنا الآن موجودين فيه، يشارك فيه 5 فنانين. الاسم مكوث جاء من الجائحة، كان يمكن هو الإلهام للجنة المسؤولة عن المعرض، فالمكوث هو البقاء ولكن إلى وقت غير محدد. فبدأ معانا الفكرة والحمد لله قدرنا ان احنا بتوفيق الله ان نطرح البرنامج ويلاقي صدى واقبال جديد، وشارك معنا 5 فنانين. واحب من هنا لو سمحتي اعلن كمان ان باذن الله مع بداية العام الجديد راح يتم الاعلان عن منحة مسك للفنون بقيمة 1,000,000 ريال. حابة أني أنا أدعو للجميع للمشاركة في أسبوع مسك من الفنون عن طريق المنصة الإلكترونية، يمكنهم الدخول والاستمتاع بالمعارض الفنية. حرصنا أن إحنا كل المعارض وكل ما هو موجود أن إحنا ننقله ديجيتال، بحيث اللي حتى خارج الرياض يتمكن من الاستمتاع والاستفادة من كل ما نقدم. فكرة العمل هي بكل بساطة كيف أرجع لذكرياتي، كيف أرجع لطفولتي، كيف قاعد أتعامل مع ألعابي بعد العمر هذا والرحلة اللي أنا مريت فيها. فكرت في أنه كيف أنا أصهر ذاكرتي من خلال الألعاب اللي كانت بس بسيطة جداً. عمل فنانو مكوث على إنتاج أعمال مستوحاة من أحداث عام 2020 وظروفه، فقدموا أعمالا تنوعت ما بين الكتابة على الرمل وبين الاحتفاظ بالذكريات وبين تشابه عالم الإنسان وعالم الطبيعة، وأخيرا بين الركود خلال فترة أحداث كورونا في المملكة العربية السعودية. شكرا للزميلة عزة على هذا التقرير الجميل، وأكيد مسك الفنون اللي دائما تتبنى المواهب. وأكثر شيء عجبني في الموضوع أنه خلوا هذا المعرض كمان أونلاين عشان أي أحد في العالم يقدر يشوفه. طبعا إحنا مكملين فقراتنا، لا تنسوا أنكم تتفاعلوا معنا عبر هاشتاج برنامج سيدتي. انتظروا المزيد بعد الفاصل.
كثير مشكلات تحصل في حياتنا بسبب عدم تمكننا من توصيل أفكارنا ووجهات نظرنا بطريقة سليمة بعيدا عن الجدال والانفعال. وعشان نخرج من دائرة سوء الفهم نحتاج في البداية أننا نتعلم طريقة للتواصل والحوار مع الآخرين. خلونا في هذه الفقرة نتكلم عن هذا الموضوع اللي يلامس الجميع مع ضيفنا في الاستوديو مدرب تطوير الذات الأستاذ عصام العسكر. هلا وسهلا بك. أهلا وسهلا حياكم الله. هلا وسهلا بك. في البداية لو تدينا يعني نبذة عن أو فكرة عن مفهوم الحوار وإيش الفرق بينه وبين الحديث العادي أو النقاش. هو فعليا أي تجاذب أطراف حديث بين شخصين أو بين طرفين حتى لو مجموعتين هو حوار. بس يعني صار التصنيف الحوار يدعى على شيء مرتب أو شيء مركز على موضوع معين ولا فكرة معينة، ولكن فعليا أي نقاش مركز في موضوع واحد بين طرفين هو يسمى حوار. فالحوار أنه تحاور شخصان مع بعض فوصل هذه المعلومة، هذا يستقبل، هذا يرسل، هذا دائما حوار. ما يسمى حوار لو صار طرف واحد يرسل والثاني بس يستقبل فما يسمى حوار. يعني مثل التعليم بالضبط، مثل التدريس، مثل كذا، انت الحين بس جالس تلقي والثاني قاعد يستقبل. يعني زي الزوجة النكدية اللي تبغى تتكلم وتتكلم تتكلم هو ما يرد يعني ولا يقلم كب الراس، واحيانا اصلا ما يقدر يرد يعني ما يعرف يرد. طيب لكن استاذ عصام خلينا نقول انه كلنا نحب انه يكون اسلوبنا في الحوار شيق ولبق وبرستيج، وخلينا نقول في اساسيات معينه للحوار زي ما انت تكلمت وانا جلست سامعه فيجي دوري اني اتكلم. صحيح صحيح. لكن اوقات مثلا مع الحماس مع وضع السالفه او وضع الحوار نفسه قد ايه يكون مشوق، فالشخص ممكن يقاطع، يتحمس بزياده، يصير هو يتشتت ما يسمع احيانا. ايوه عرفت، ويبغى يسمع الكل. يعني ترى انا كده بتحصل لي يعني هذه المواضيع، فانا احتاج اعرف هل انه من عدم اللباقه هذا الموضوع. هذه النقطة اللي أنا كنت أبي أطرحها وأركز عليها شوي، اللي هي صح أنه كان يسمى أداب الحوار من قبل لأنه كان هو الصيغة الوحيدة لنقل المعلومات هو من خلال الحوار. الحين صارت طرق كثيرة ومصادر كثيرة للمعرفة، صرت أنا مو محتاج حوارك دائما يعني ممكن ألقى حوار هذا مع أي شخص ثاني ووسائل كثيرة. فلذلك أنا ما حبيت ربطها بآداب علشان ما يصير اللي ما يتبعها يصير غير مؤدب في الحوار. أيوة فيصير شوية ثقيلة أو قوية صح. على الشخص. فحبيت كلمتك يوم قلتي أساسيات أو قوانين معايير، في قواعد معينة، في أشياء ثابتة للي يبغى يبني حوار، وفي أشياء لا تتغير مع تغير الأجيال. بقول لك كذا طرفة صغيرة كذا، كان من أول يعني على نشأتي كذا أي واحد مننا يقول أي واحد كبير هلا بفلان شلونك شخبارك يزعل الطرف الثاني. ليه؟ اذا انتم يعني قريبين من عمري شوي ولحقتوا عليها وشو شخبارك وش الكلمه هذه جاي تقولي وش اخبار الساعه 9 تجي كذا يتكلم يرد يزعل. يعني وش الكلمة؟ لانها كانت مصطلح جديد، ما كانوا يقولون شخبارك، يقولون شلونك. حتى انا مو قادر اجيب كلمات انا مترادفه من كثر ما تعودنا على شخبارك. ما يقولون كلمه شخبارك لانها كانت مختلفه عليهم، جديده عليهم. شلونك طيب. فتلاحظ أنه الفكرة في اختلاف الأجيال فقط، اختلاف اللغة، اختلاف المفردات، وأيضا اختلاف الحاجة للاستماع أو لا. فالآن يعني خلينا نقول وش الأساسيات الثابتة مثل ما ذكرتي. الأساسيات الثابتة هي أن تبغى حوار يعني تبغى فائدة صح. تبغى فائدة فمعناها أنت بتنصت صحيح، وتبغى الطرف الثاني ينصت. كيف ينصت ومتى تختلف على حسب ميانتك، على حسب علاقتك مع الشخص، على حسب الزمان المكان. فممكن مع ميانتي مع شخص أمون عليه جدا من سوء الأدب في الحوار أني أسمعه وأنصت ولا قاطعة. تخيلي ليش؟ لأني أمون عليه. إذا أنا ميانتي عليك ما تساعدني أني أقول لك لو سمحت الحين في جوال بطلب لك عشاء الحين في مدري وش صح، بسكت لأني خلص سالفة طال عمره يعني. لا والله بصديق خفيف صراحة كده. ليش؟ لأنه يحكمها وش نوع الميانة صحيح. لكن بجي عند شخص متحدث حكيم لبق باخذ منه معلومات أنا في قمة الإنصات كل مقارنة. لدرجة حتى لو عندي سؤال ممكن ما أقوله، أبغى يقول ما أبغى يوقف السريان اللي هو جالس يتكلم صح. فيه فيختلف مكان ويختلف برضو الأجيال صح. الجيل الحين ما بيسمع، أنا ما بيسمعك نص ساعة ساعة يا عمي، أنا أعطيني الفائدة. إيه أعطني الفائدة. ففي نقطتين بقولها على السريع، اللي هي أنت الآن من أول كان يحتاجون آداب الحوار عشان أسمعك وأخذ منك وكذا، فكان غالبا
مثل علاقة الأب مع ابنه. غالبا الأب أعلم من ابنه. أكيد. صح. غالبا من أول. من أول صح. غالبا. لا بعلمك ليش الفرق، لأنه هو عاش أكثر منك سنة، فمعناه أنه هو جالس الحين يعرف أكثر من مثل يقول أعلم منك بيوم أو أكبر منك بيوم أعلم منك بسنة. صح. ليش كانوا يقولونها أول؟ لأنه كان الكبير هذا خاض تجارب سوى. الآن عندك أداتين أكثر من الثاني في جوجل في البحث، أنت أعلم منه بعشر سنين مثلا يعني. أنت عندك أداتين في كسب المعرفة في القراءة، أنت عندك أكثر من، ما عاد صار يفرق العمر. صح. واحد عمره 30 عنده علم يغطي على واحد عمره 80 بعشرة أضعاف 20 ضعف. فصار العمر الحين ما له دخل، بس ما عنده خبرة. بس من أول كنا نضطر في المجلس إذا تكلم واحد الكل منصت، لدرجة لو يكح واحد في طرف المجلس يلاقونه كذا وش فيه في واحد يتكلم كيف تكح. صح. فهمت شلون؟ فهذا كان الآن لا، وممكن في مجالس الحريم بعد مشهورة هذه حركة ممكن يتكلمون ست نساء مع بعض. أيوة هذه عادة، ونعرف إيش بنقول. شكرا. ونعرف لأن حنا متعودين هذا الحين قانون بيننا نسمع مع بعض. يعني أنا أشوف مثلا أخوات مثلا يتكلمون مع بعض، أنتوا كيف تسمعون بعض؟ لا هي قالت كذا وهي قالت، سامعين فمتعودين. صح. في من آداب الحوار إنك إذا تكلمت أقول لك يس نعم إيه، أقول الكلمات هذه اللي إني أنا أسمعك. في من آداب الحوار إنك ما تقول كلمة، ما تقول تنصت تماما. أستاذ عصام يعني للأمانة أنا يمكن شوي أختلف، لأنه يبقى العمر حتى لو أنه ما عنده علم كافي لها احترامه. صح. يبقى المكانة لها احترامها، الأم الأب الخالة العمة الأخت الكبيرة الأخ الكبير لها احترامها. لو إن شاء الله زميلتي في العمل أكبر مني راح أحترمها لعمرها، راح أحترم يعني لما تتكلم حاطيها مجالها، ما راح يعني ما راح يعني أتكلم معها زي مثلا ما أتكلم أحد أصغر مني أو في سني. صح. يعني الواحد مهما كان حتى لو كنت مثلا أكثر علم أكثر خبرة أكثر أيا كان، لكن يمكن أنت طرحت نقطة بعد مرة جميلة ودي نتطرق لها شوي، اللي هي الأجيال. ليش الأجيال؟ ليش السؤال؟ ليش إحنا خلاص إحنا عرفنا تتغير. أن الحين ما عاد صاروا يسمعون الأطفال، يعني أطفال بيني وبينهم أنا أجيال ما يخلوني أتكلم، ما يخلوني أتكلم، ما هم من شيء، ما هم مثلا من قلة، بس خلاص هم تعودوا يعني حتى مع أمهاتهم كذا عادي ويسمحون لهم. فليش نفس الشيء الجيل اللي قبلك كان يقول عنك؟ صح. صحيح. وهذه النقطة اللي شوي فيها معضلة، لو كل جيل قاعد ينقص في أداب الحوار عن الجيل اللي قبله، فالمفروض إحنا بالماينس أو بالسالب من 100 سنة. صح. ولا من 1000 سنة من وقت اللي أقدروا يحصون الأجيال مثلا أو يكتبون عنها معلومات. ففعليا احنا ما ننقص، المعايير تتغير. تتغير، يصير ما في يعني تجيب واحد يتكلم اردو واحد يتكلم انجليزي وكلهم ما يعرفون لغه بعض، بيعتبرون انه في قله ادب او ليش ما تسمعني او ليش ما اسمعك. بينهم معايير مختلفه اصلا. انت قاعد تتكلم كلام انا ما ادري ايش تقول. نفس الشيء الفكره انها اختلفت المعايير، فلا بد هذا تلقاه يتنازل الكبير شوي عشان يسمع والصغير يتنازل عشان يقدرون يلتقون في نقطه. لكن فعليا احنا نقول انهم ما يسمعون. ليش نقول ما يسمعون؟ عندنا حس انه احنا اكبر منك، وخذنا انه لازم تعرف ان احنا عندنا معلومات اكثر منك، لانه احنا كنا كذا، احنا كنا كذا، احنا نبغاهم يصيروا زينا لما كنا صغار. نفس الشيء. فايش حل هذا يوم تكلمين قبل شوي تقولين انه الكبار لهم مهما كان احترامهم؟ هنا نفرق، ما دام في تفصيل نفصل شوي. اكيد لهم احترامهم بس مو في الحوار، الحوار اللي هو مطلوب منه الاستفادة من الطرفين، لا هنا التعامل مع الآخرين. هنا نقلبها إلى التعامل. نعم الكبار لهم احترامهم حتى لو يقول غلط. أنا مرة كنت في نقاش مع الوالد الله يعطيه طول العمر، يعني أنا مجادل، يعني مو مجادل خلينا نقول أناقش، خلاص أنت قلت أنا مثقف خلاص أناقشك. الوالد من باب أنه يزرع فينا حب النقاش والحوار فكان يعطينا وجه، يعني خذ راحتكم ما صدقنا خبر ندوس يلا نبي نناقش كذا. بعدين يجي احيانا يقول فكره بالنسبه لها صحيحه بالنسبه لنا نشوفها غلط. طبعا. ففي الاخير قال لحظه انت على بالك ان كل الكلام اللي اقوله صح؟ اكيد في اغلاط، اكيد في شيء، بس هذا تجاربنا وهذا اللي وصلنا له. زين اقبلني باخطائي بعيوب لاني انا اكبر منك. وصل مرحله اللي يعني قلت اوكي انا ما دريت صح صدقت، بس انا على بالي انك تبين ان تناقش. صح. انا خضت أو غصت في مجال الحوار وتوصيل المعلومة، اعتبرته واحد من الأصدقاء اللي في عمري كذا. نعم. ونسيت آداب التعامل. آداب التعامل مع الكبير. نعم. احترامه كذا. صح. لو يقول خاطئ قل صح عليك، لأن فعليا أنت الآن في ظل أنك بتاخذ الزين بتترك اللي ما تبغاه.
بتنقي كذا، بس هو له احترام مثل ما قلتي، له له تقدير على الأقل العمر. بالفعل، لكن احيانا في لما نتحاور مع بعض بنوصل لدرجه الانفعال، التعصب، ممكن نوقع بعد كده في مشكله بيناتنا. ليش نوصل لدي المرحله؟ ليش عندنا مشكله في ايصال ارائنا او في ايصال فكرتنا الا لازم نرفع صوتنا او نعصب او اننا نتمسك كده بعصبيه براينا؟ هذه تنبع من نقطتين. النقطه الاولى في ايجو، ايجو مو شوفه النفس، الايجو يعني تبغى تفرض رايك او انا صح، انا جالس اخذ قيمتي من تميزي عنك بالمعلومات. يعني أنا جالس أخذ قيمتي، يعني جالس أستمد قيمتي أنه أنا عندي معلومات تختلف عنك أو أفضل أو أجود أو صح أكثر، فلذلك صعب علي أتنازل عن فكرتي حتى لو كنت فكرتك الصح وفكرتك الغلط. صح. فتلقينا يحافظ ويمسك عليها، تلقاه مجمعها لها شهور ومضبط فيها، ومن تجي أنت بفكرة تنسب فكرته صح عليك. لحظة قيمتي لأن وضع أخذ القيمة من المعلومة وليس من الفائدة. أنا لو جيت بسوي معك حوار أباخذ منك وبعطيك، أو على الأقل بطلع بفائدة سواء من عطائي لك أو من أخذي منك. صح. وهذا المطلوب في الحوار. إذا ما أجدت أداة ومهارة الإنصات لن ينصت لي. صح. إذا لم أنصت، والإنصات يعني التدبر، يعني تسمع تسمع وتتفكر في الكلمة اللي تنقال، ما تبحر بعد تشتت فيها، لا وتسمع. في دائما يقولون الواحد عنده مالتي تاسكينج، يعني بالذات سكرتير أو شيء زي كذا وبعض الوظائف، فأنا وأنا أكلمك منتبه لحركتك، منتبه لحركتك، أو حتى لو أنتم تتكلموا أسمعكم، ولكن عندي إنصات بنسبة 90-95% من الكلام اللي ينقال. وهذه نسوي لها هولد، هذه عاد قدرات، بس تفعل مو دائما كويسة، بس للحاجة للسكرتير وكذا، هذا تهمهم كثير. أول ما أوقف منك أقول إيه لا هذه الورقة حطها كذا، أوه بسم الله أنت كنت تسمعنا. أنت معنا. إيه دائما أسويها هذه، يمتازون فيها. صحيح. حتى في السعودية في بعض المدن كذا يمتازون فيها، مشهورين فيها، بس ما بيسمي عشان ما يعتبرون مدحة أو سبة، إنه يلقط أكثر من خط، ما شاء الله يسمع كذا كثير. والنساء متميزين فيها أكثر من الرجال. صحيح. يقدر يسمع لأنهم يقدرون يكملون الجملة. الرجل يدقق، لحظة إيش قلت الحرف هذا، مدقق إملائي. صحيح. لحظة شلونك يبيها بيرفكت. أوكي. رجال المرأة لا. لا إحنا نقدر نسمع ونتكلم. إحنا نقدر نسوي كل شيء ونسولف. صحيح. وكل سالفة يعني ما عندنا مشكلة. خلي هنا أنا كنت حابة أضيف حاجة على كلام ريم، إنه ممكن يكون فرض الرأي، يعني في رأي ورأي آخر زي ما أنت ذكرت، الشخص هذا مجهز فكرته أو رأيه صار له فترة، الشخص الثاني جاب رأيه وفعلا رأيه كان صحيح. ليه هنا إحنا ما نتقبل؟ ليه دائما في كل المجتمع وفي كل الذكر أو أنثى، وفي كل بصراحة المراحل والأعمار، طفل، رجل، كبير، إيش من كانت أعمارنا، ما نتقبل فكرة إنه الرأي المقابل صحيح وأتقبله؟ إيه وممكن يصير أفضل مني، وممكن أصلا المفروض تحمد الله انه ممكن جاب لك معلومه خلاك ما تستمر كثير في المعلومات الخطا اللي عندك فرضا، يعني وخلها من خطا وصح، خلها معلومه وافضل، معلومه افضل. صح. عشان بس ما نكبرها يعني نصير خطا وصح، لانه هو قبل ما يجي، هل انت، انا عندي ماده نزلتها اسمها حوارنا وش اخبار، يعني هل في حوار اصلا ولا لا؟ قلت فيها من اهم النقاط، انت وانت جاي تحاور هل كان عندك هدف؟ هدف شخصي، ابغى اسولف مع هذا الشخص مثلا، ابي اسولف ومتعه وكذا، فهدفك المتعه، فالمفروض ما يهمك وصلت فكرتك ولا هو وصلها. صح. المتعه. لا تزوغ عن هذا الهدف وتروغ عنه وتروح الى اثبات الراي. صح. وجهه النظر. انا اعرف ناس ممتازين في هذا الشيء لدرجه انه اذا تقول له معلومه هو يعرف يقينا انها خطا من كثر ما هو مستمع، بس لانه مو بوقت حوار اصلا في هذه المعلومات يسلك، بس يسلك، ممكن يثبت لك معلومتك انها صح من كثر ما هو ما عنده انتصار للراي. حلو. بس ها تطرح وتقول ابغى نعرف هذا صح ولا لا، يعطيك معلومتك. الله. فعلا هذا الشخص هذا مرتاح جدا، هذا يعيش في راحه نفسيه عاليه. بالضبط. بالضبط. يعني وانا حتى في الكورس هذا ذكرت اسمه لانه كان حاضر. شوفي انا جالس اتكلم عن شخص عنده الصفه هذه، هو من جمال انصاته واستقبال كان حاضر هذه الفقره، مو في حاجتها، بس قال خلني استزيد
يمكن عصام بيقدم شيء في هذا ليش لا صح الحواري صح. هنا تجي النقطه. طب استاذ عصام يمكن سؤالي لك الاخير قبل ما نختم معك هذه الفقره الجميله، وانا الامانه مستمتعه بالانصات الى كلامك لان كلامك جدا مهم خصوصا حتى في مجالنا. انتم ما شاء الله متميزين بالانصات صحيح. يعطيك العافيه استاذ عصام، لكن في نقطه يمكن كثير يجهلها اللي هو البودي لانجوج في الحوار، قد ايش مهم وقد ايش نبغى نتكلم كمان في البودي لانجوج، يعني اهم شيء يمكن اللي هو الاي كونتاكت، لما انت تحط عينك صح. بعين الشخص وتبين له انه انت قاعد تسمع، انت يعني قاعد تنصت عفوا مش قاعد تسمع ولا ماسك تليفونك ولا تفرج على التلفزيون ولا تسوي شيء، قد ايش مهم؟ جدا مهم. على فكره اللي يحترف فيها بيرتاح كثير، ممكن توصل له الى عدل الهلوسه شوي انه يبدا عرفت الهزه هذه، النظره اللي على اليسار فوق عرفتها. ما تحتاج هذه الفقرات حركات كثير، حركات امهاتنا زمان ما تحتاج هذه الفقرات كثير، بس تحتاج الاساسيات مثل ما ذكرت. وش الاساسيات؟ انه انت احيانا مثلا وانا اتكلم معك انت تقولي تعرفين هذه هزه الراس اللي احتركت انت عشان عندي كلام بقوله، المفروض لا بالعكس هذه الكلمه اللي احنا نسويها في التلفزيون. لا لها شكلين، في شكل اللي هو صح زي اللي تقول خلص قبل ما تروح الكلام. من يوم تشوف واحد زي كذا مع الجسد من يوم تشوف زي واحد زي كذا من الذكاء انك تختصر او توقف على طول. مزبوط، لانه هو ما يسمعك ترى، هو ما يسمعك في لؤلؤه كذا بتطلع من عنده فما يسمعك. فمهمه جدا الحركات هذه، مهم اذا بدا يتمل في حركات طبعا كثيره درسناها كذا طفشت من السالفه كذا يمسك أصابع طبعا مو بالضرورة ها، ممكن برد يقول كذا مو بالضرورة، بس أقصد تقدر تستدل عليها هذه تخليك تختصر. وفيه طريقة تنفع مع الكل في أي سالفة في أي شيء، هذه من عندي كذا وقف الحوار في نصه أيوة في ربعه في عشان تشوف اللي قدامك يعني سامعني تصيد لا. أول شيء تصيده أنا أسويها مع مها كثير ترى أنا فكرة والله أسويها معك مرة لحظة أول شيء تصيده رقم اثنين وهذا مهم، ممكن هو يبغى يقول لك كلمة بس ما يبغى يقاطعك من أدبه صح هذا تصير معي كثير أنا لقلب كثير يعني أحيانا ما أقدر أسكت زين، فيمكن بس يبغى يقول لك كلمة بس من أدبه ساكت صح زين فأنت وقف كذا إذا قال لك لا كملت الفكرة قال لا ما كملت الفكرة بس أنا ودي أقول لك وقفت يعني يلقى فرصة فهي حلوة. وزود على كذا تأكد الطلب، يعني شلون هو يبدأ يقول طب ممكن تكمل إيه كمل لي تتأكد إنه ما زال يبغى حلو اصلا معناته مستمع اي معناته مستمع كان يسمع هذه فكره مره ذكيه والله كل شوي توقفها كذا والله للاسف يعني انا ما ودي اقطع كلامك الله يسعدك جميل يعني ولا ودي يعني صراحه الفقره بالعكس من ميالاتنا انك تقطع البرنامج الله يسعدك استاذ عصام العسكر مدرب تطوير ذات نورتنا وشرفتنا واكيد اثرت هذه الفقره كالعاده الله يسعدكم يا رب. مشاهدينا لا تنسون تتفاعلون معنا عبر هاشتاق البرنامج برنامج سيدتي، فاصل من بعد مكملين. وصلنا مشاهدينا إلى فقرتنا المميزة أكيد السالفة وما فيها، أكيد نبغى نتكلم عن موضوع يمكن يهم كثير بنات وشباب هاليومين، فخلوني طبعا أبدأ القصة وبقول لكم إياها أكيد سيدات سيدتي اليوم ومع المشاهدين. خلوني أقول لكم هذه القصة الغريبة اللي يمكن صدق صارت لي من فترة. في يوم من الأيام دق بيت صديقتي 4 مرات وفي كل مرة كان مندوب توصيل مع أكياس طبعا كلها مشتريات اونلاين. 4 مرات في نفس اليوم وكلها مشتريات اونلاين، والمشكله مو بهنا، المشكله ان يعني اكيد البنت دخلها ما هو يعني ذاك الزود، نقول دخلها محدود وملابسها مره كثير، يعني الملابس اكثر من دخلها. واكتشفت انه احنا كل ما نطلع وكل ما نتلاقى انها البنت ما تلبس من الملابس الجديده، بالعكس تلبس ملابسها أو أشياءها القديمة. وهنا طبعا جتني فكرة أو جاني الهام أن البنت عندها هوس يا عبير وريم أكيد ومشاهدين عندها هوس شراء بسبب يمكن قلت سهولة الاقتناء أن أونلاين أن بيدها عبر الإنترنت أو الأبليكيشنز اللي نشوفها، وهذا الشيء قاعد يساهم والله. أو يساعد على زيادة هوس التسوق يمكن صح. عند كثير بنات صح. وشباب في نفس الوقت. طبعا هذه سالفتنا لليوم مشاهدينا، شاركونا آراءكم من خلال هاشتاق البرنامج برنامج سيدتي وكمان هاشتاق السالفة وما فيها. خلوني الحين طبعا أنتقل لزميلاتي وأسألهم وش رأيهم حمسين بالضارة من هيبدأ ايش رايكم يا بنات؟ اعتقد انه كلنا مرينا بمرحله الهوس هذه، خصوصا
في أزمة كورونا لما جلسنا في البيت طفشانين صار سهل علينا أن ندخل نشوف الإعلانات والأشياء الحلوة هذه، طريقة التصوير المغرية هذه، وتدخل تطلبي الألوان وطريقة التصوير. لكن أنا مريت بمرحلة الهوس، واللي خلاني الحمد لله أتوقف عنها إن خطيتيها. أنا أتخطيتها جاز. كيف أتخطيتها؟ لما صارت توصلني الأشياء اللي بأشتريها جودتها جدا سيئة، شكلها مو زي في الصور، تصور وتبكي وهي تصور والله زعلي عليها بالضبط. إنه تجيك من برا عاد من الصين وتقعد تستني وتتحمسي كم من أسبوع، وفجأة إنها جاي من الصين ولا ما توصلك أصلا بالضبط يعني. أو ما توصلك وتتأخر. فمن هنا بدأت إن أقول لا كده يكفي، هذا جانك وهذا هدر وهذا مو زي الحقيقة، فلازم أتوقف ولازم إنه ما يصير. بعد كده خلاص أصلاً أنا أحب إني أشوف الخامة بنفسي، أحب أشوف الجودة بنفسي كدا. وأساساً ما أبغى أفقد متعة التسوق، إني أخرج من البيت هذه وأروح لحالي السوق كده وأتفرج، هذه الحالة ترى متعة. ريم أولد سكول والله أنا مرة أحب فاشن. هذا الشيء فيك أيه، فعشان كده توقفت. إلا الأشياء اللي عاد ممكن أجهزة أو شيء مثلا تكون ما هي موجودة في السوق بصعوبة تلاقيها، ممكن تلاقيها في أونلاين في شركات كبيرة وعارفة جودتها وزي كده، ديك الساعة ممكن أطلب. لكن الحمد لله الهوس توقف عندي. كويس عبير، أول شيء صاحبتك اللي دقوا عليها في نفس اليوم 4 مرات مناديب مختلفة، مرة تعبانة ولازم تشوفي لها حل. أيوة تتصر، كلمي زوجها، كلمي أمها، كلمي عرفتي. وليه ما بتلبس يعني الأشياء؟ وبعدين أيوة ليه ما بتلبس الأشياء يعني لما نجي نطلع ده بيقول يا الله ما عندي ملابس، يا الله ما عندي ملابس، ونضطر نجيب جديد. فتقومي ما تلبسي الجديد تلبسي القديم كيف؟ ترى لا، لازم organize yourself، تنظمي نفسك. والله مرتاح اشتري اليوم لازم البس ايوه اصلا بالضبط تقيسي تشوفي كيف شكله. انا ابغى بس اجمع اشتري واجمع فيها أجمع. هذا مرض طبعا، هذا مرض صحيح صحيح. اما بالنسبه للشراء لا الحمد لله الحمد لله الحمد لله حدث ولا حرج. انا من الناس اللي مره احب اني اشتري اونلاين لاني مستحيل ادخل سوق عكسي تماما. ها تماما مستحيل، قلت لك قبل كذا ما احب السوق، ما احب السوق ابدا، ما احب الزحمه، ما احب الناس كثير، وصرت اخاف اكثر مع الازمه صح، فما احب. بالنسبه لشراء اونلاين اتذكر اني كمان برضو حكيتك في ذا الموضوع انه انا من الناس اللي مثلا اقعد فتره ما اشتريت، مثلا ابغى مكياج جديد اوكي راح اطلب اونلاين، ابغى مثلا وانت بكرامه مثلا شوز معين شنطه عرفت، خلاص كل مره واحده استنى كذا شهر يكون ما في عندي اي التزام يمكن كل راتبي اروح اشتري فيه. انا ما عندي مشكله اونلاين اي بس انت عارفه وش تشتري اي بس انا عارفه وش بشتري وعارفه لا 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 عطور مستحيل. مكياج طيب تحتاج تجربي مكياج لاني انا عارفه الشركه اللي هشتري منها اكيد حبيبتي الملايين يعني فما راح تخدعني. بالنسبه للعطور لا احس انا، واللي دايم يجي يسوي اعلان عن عطر لا تسوي اعلان عن عطر. والله مره غلط كيف تسوي اعلان عن عطر؟ ريحة فخامة، انت عطرك غير خشمك غير خشمي، انت هتشم بطريقة وانا هشم بطريقة يعني صح. ما ادري الفرق ده كمان ممكن. بيكون صعب بس اونلاين بصراحة سهل سهل كثير اشياء. بس هو ما وصلت لمرحلة الهواس لا لا يعني انت في كنترول لا لا في كنترول صحيح انه هذاك الشهر ببكي من المبلغ اللي بكعه ولكن انه على الاقل مش كل فترة او كل ما اشوف شيء على طول ادخل اونلاين، لا اللي كل يوم يمكن اونلاين الاكل طيب والله عبير انا يمكن اتفق معاك في كثير اشياء وخصوصا اعلانات العطور، لكن ترى في عطور نشتريها مثلا اونلاين فعلا تكون زي ما انوصفت وفي العكس في لانه هي وفي العكس وفي احيانا زي ما قلتي اذواق الناس تختلف لكن نقول ان شاء الله نقول ان شاء الله في القريب العاجل يصير في خاصيه نقدر نشم ريحه العطر اونلاين قبل ما نشتري. عموما بنات خلوني ناخذكم انتم والمشاهدين اللي سمعوا راينا طبعا، والحين راح نسمع اراء بعض الناس في هذا الاستطلاع. بالنسبة لي في الأونلاين أنا ما أشتري لأن إيش بعض الأحيان تجي المقاسات دي بنفسها أو يعني أنا أشوف إني لو أروح أفضل أبحث عن الشيء اللي أنا أبغاه. طبعا الشراء الآن الإلكتروني توسع عندنا عموما في المملكة العربية السعودية في ثقافة الشراء الإلكتروني. قبل طبعا ما كنا نتحمس في الشراء الإلكتروني خوفا من المكائد أو الاحتلال المالي لبعض المواقع، لكن الآن طلعت مواقع معتمدة وموثوقة وطبعا بالتعاون مع الجهات الرسمية في البلد وزارة التجارة، حتى برنامج معك في حال أنه صار اختلال في استلام الشحن ولا لا. لكن زي ما قلت كيف تحارب الرغبة الملحة؟ طبعا أكيد العروضات والتخفيضات والجمع البيض
والجمعة السوداء طبعا كثيرا منها، ولكن أنا من النوع اللي أقول لك أحط في السلة أجمع أجمع أجمع، وإذا جا الراتب شفت الميزانية اللي عندي وكم أبغى أشتري منها وأحاول أخفض على حسب الميزانية اللي عندي. نادر نادر من النوع اللي أحب أروح أشوف، لأن أنت لا شفت شيء بتعسه بتلمسه يكون أفضل. شوف أونلاين أريح، عرفت، وأنت في البيت تسوق أحسن ما تطلع وتروح وتجي. في الوقت الحالي بكورونا أونلاين أفضل. على حسب ألف ألفين أونلاين، وإذا في أشياء أنت تفضل تأخذها من موكة مقاسات وهذه الأشياء. أكيد سمعنا آراء الناس في هذا الموضوع واللي اختلفت أرائنا. يعني تشبه آراءنا، وفي ناس يحبوا ينزلوا بنفسهم، لكن ما سمعنا رأيك يا مها، إيش رأيك أنت في هذا الموضوع؟ مسيطرة عليه ولا داخلة في مرحلة الهوس؟ والله ريم يمكن أنا شوي زيك، جتني مرحلة صار عندي هوس اللي كل شوي داخلة من أبليكيشن لأبليكيشن من أبليكيشن، طلبت لما صارت لي مواقف بعد لا أحسد عليها من ماتيريال من مقاس من جودة، انصدمت كثير وزعلت، فمضطرة أنه أنا يا أنه خلاص أطلب من براندات معروفة زيها زي اللي نشتريها وخلاص ما فيها وأعرف مقاساتي فيها، أو أنه خلاص ما أشتري شيء جديد أو براند جديد. فالحمد لله في الآن في كنترول الحمد لله بعد كويس. ما أخذت لسعة يعني لازم إحنا عشان نتعلم، هذه هي الحياة. عموما كانت أراكم مرة حلوة، وبصراحة شكرا على وجود الأونلاين في حياتنا، أتوقع سهل كثير من الأشياء، لكن لازم نكون حريصين أكثر من كذا، مو ضروري كلنا نتلسع يعني. فكانت مشاهدينا هذه حلقتنا لليوم، شكرا لكم للمتابعة إلى النهاية، أكيد نشوفكم بكرة وبعده كل يوم في أمان الله.